بعد ارتفاعها في مستهل تعاملات الخميس الماضي، عادت وانخفضت مؤشرات البورصة المصرية مع الجلسة الختامية للأسبوع. جلسة الإغلاق كانت استكمالا لحالة التباين التي شهدتها أروقة البورصة خلال جلسات الأيام الأخيرة. طوال الأسبوع شفنا أن الأجانب والمؤسسات كانت على وتيرة البيع، يمكن في آخر الأسبوع شايفين المصريين والأجانب والمؤسسات متجهين للبيع. أحجام التداول بتعتبر أحجام تداول ضعيفة، خاصة في فترة ما سهم السي أي بي وهو ليه وزن نسبي عالي في المؤشر، لما حصل فيه انخفاض قوي أثر بشكل قوي على المؤشر. ومن المنتظر أن يلقي قرار الحكومة المصرية طرحها جزءا من أسهم شركاتها للتداول بظلاله على حركة سوق الأوراق المالية، حيث سادت حالة من الترقب بين المتداولين بعد بدء طرح أسهم 5 شركات حكومية في البورصة كخطوة مبدئية لعملية إنعاش تستهدف طرح 23 شركة لزيادة رأس المال السوقي وقيم التداول اليومية. الفترة الجاية مع نزول الطروحات اعتقد ان السوق هيرد اكتر من كده. احنا طبعا عملنا نهاية تاريخي في ابريل الماضي حوالي 18400، طبعا نزلنا من عندهم لحد وقتنا هذا، احنا محتاجين اخبار ايجابية عشان السوق يصعد. وتستهدف الحكومة المصرية من طروحاتها في البورصة تحقيق ارباح تصل الى 80 مليار جنيه خلال مدة اقصاها 30 شهرا. تحريك المياه الراكدة في سوق الأوراق المالية المصرية، هكذا وصف قرار الحكومة بطرحها جزء من أسهم شركاتها للتداول في البورصة، عملية وصفت بأنها ستؤتي ثمارها على المدى الطويل بانتعاش مرتقب في سوق الأوراق المالية المصرية. هبة الحسيني، قناة الغد، القاهرة.